Peace be upon you and peace and prayers be upon our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Today's lesson is about Saudat such that for the terminal classes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم يدور حول Saudat و such that لجميع الشعب. Such that, so that, the express result. Such that ولا so that يعبران عن النتيجة. نستعملوهم باش نعبروا عن النتيجة. How do they function? So plus adjective plus that. نروحوا ديما نديروا التحليل للجملة. This is a genuine. This اللي هي subject is اللي هي الverb genuine اللي هي adjective. After the verb ديما نلقاو بعد الفعل ديما نلقاو الadjective. الجملة كيفاه تولي this is so genuine that. انتوما لكن غابت لكم ما تعرفوش الadjective ما تعرفوش النون بعد الverb، لكن لقيتو كلمة واحدة معناتو so، لكن لقيتو زوز كلمات معناتو such. تغيب لك خلاص ديما في الجملة الأولى. أعطيت لكم instruction كيما اللي جيكم في الباك. Combine both sentences with the given connector. The weather is sunny. I want to go out. الكونكتور اللي مدير بالأخضر، الرابط اللي تربطوا به اللي هو so that. ونديروا التحليل في الجملة الثانية، لا في الجملة الأولى. So the weather is sunny. The weather اللي هو subject is الverb sunny اللي هي الadjective. جملة كيف تولي the weather is so sunny that I want to go out. So plus adjective plus that. احفظوا القاعدة so plus adjective plus that. That تربط الجملة الثانية. ديما التحليل في الجملة الأولى. نروحوا لساتش. كيف نستعملوا ساتش؟ such فيها استعمالين، such plus noun plus that ولا such plus adjective plus noun plus that. كيف نستعمل such؟ such من وراه الاسم من وراه that، ولا such من وراه الصفة من وراه صفة اللي هي الناون هو الاسم، معناته جملة اسمية. نروح نديروا تحليل الاكزامبل اللي عطيتهمكم. this subject is verb fake اللي هو adjective product اللي هو noun. كيف تجيك جملة this is such a fake product that. عذرا ديما ملورا is تحط such، لكن عندك noun phrase. هنا عنا he likes imitation. ديروا التحليل الجملة. he subject ديما اللي في اللي هو subject، الverb ملورا likes imitation اللي هو noun. كيف تجي الجملة he likes such imitation that. نكمل الجملة التالية. أعطيت لكم غير الشطر الأول من الجملة. ديما دير التحليل للشطر الأول للجملة و that تستعملها تربط بها الجملة التانية. أعطيت لكم مثال هنا an example. this is a sunny day. this subject is verb a sunny day. a sunny اللي هي article، sunny adjective noun. معناته عندنا noun phrase باش نستعملو such. this is such a sunny day that I want to go out. اليوم جد مشمس، مشمس جدا، هذا اليوم مشمس جدا لهذا أريد أن أخرج إلى الخارج ولا نخرج برا. this is watermelon. this subject is verb watermelon اللي هي كلمة واحدة noun بارك، ماهيش noun phrase ماهيش adjective. watermelon نستعملو such ونربطو الجملة that I like it most ولا I want to eat it ولا كيما تحب. ديما تسمى so plus adjective plus that ولا such plus noun phrase اللي هي adjective plus noun ولا noun وحده. ديما عنا الحالات الاستثنائية in exceptional case there are many counterfeit products. there اللي هي noun subject الاسم الفاعل، ال are هي الفعل، many خلينا منها، روحوا ال counterfeit اللي هي adjective، products اللي هو noun. counterfeit adjective plus noun تسمى كيف جملة ولات noun phrase. باش نستعملو هنا نستعملو such. بصح مدورو تلكم على many هذيك، ماني هذيك تعبر على العدد كوانتيفاير، تعبر على الكمية عدد حاجة. عنا الماني والماتش يتعود على هذه نورمال مو جملة. احنا كيفاش تجي الجملة there are such counterfeit products، بصح لانه الجملة هنا حطونا الماني يتعذر استعمال such، نوليو نستعملو so. نورمال مو so plus adjective plus that، بصح هنا عنا noun phrase تعذرت استعمال تاعها لان حطينا
is money اللي هي quantifier. If you have any questions I'm here. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك على القناة إذ كنتم جدد ليصلكم جديد دائما، وشكرا.